بخبروا عن زلمة غني عنده ابن وحيد تجمع بيناتهم هواية مشتركة وهي تجميع اللوحات الفنية النادرة لكبار الرسامين. بيوم من الأيام تم استدعاء الابن للجيش وراح على ميدان المعركة. كان هالابن بيتميز بالشجاعة لدرجة انه ضحى بحياته ومات حتى ينقذ حياة زميله. زعل الأب كتير على موت ابنه الوحيد، وقبل عيد الميلاد بكم يوم بيسمع الباب عم بيدق. لما فتح بيلاقي شاب بيحمل بإيده لوحة كبيرة مغطاية. قال له الشاب: يا سيد، انت ما بتعرفني، ولكن انا الشاب يلي مات ابنك حتى ينقذ حياته. اجت رصاصة بقلبه هو بدل قلبي انا، وبحياته فدا حياتي. ابنك كان يحبك كتير وكان يخبرني قد انت بتحب الفن، مشان هيك تركني اقدم لك هدية بسيطة بتمنى انك تقبلها مني لاني انا رسمتها بالرغم من انه مني رسام ماهر. كشف غطاء اللوحة فلاقى الاب صورة رائعة لوجه ابنه. امتلت عيونه بالدموع، اخذ اللوحة، شكر الشاب وعلقها بغرفته. وكان الاب يعتز بهاللوحة اكتر من كل اللوحات يلي بيمتلكها. من بعد كم شهر مات الأب، وطلب كتير من المهتمين بالفن إنه يشتروا لوحاته، فتم تحديد موعد مشان مزاد كبير على هاللوحات. بالموعد المحدد امتلت القاعة بالحاضرين، كل واحد بده يتطلع ليقتنى إحدى اللوحات الثمينة، وبلش المزاد. وقف مدير الصالة ليعلن بدء المزاد بعرض صورة الابن للبيع، ونادى هو عم بيقول مين بده يشتري الابن. فسات صمت كبير بالقاعة. عيط مرة تانية: مين بده يشتري الابن؟ حدد سعر رخيص كتير للوحة، ونادى مرة تانية: $100، مين بيشتري الابن $100؟ واحد من القاعدين قال: نحن ما جينا حتى نشتري صورة الابن، ما تضيع وقتنا، بدنا نشوف ونشتري اللوحات التانية. وانتشر الصياح بالقاعة: ما بدنا الابن، ما بدنا الابن. ولكن مدير الصالة أصر على بيع الابن وصاح: مين بيشتري الابن؟ وهون بيوقف رجل فقير لابس تياب بسيطة كتير وقال: أنا بشتري الابن، بس ما معي إلا $10. أخذ مدير الصالة دولارات العشر وأعطاه لوحة الابن، وانتظر الحاضرين إنه يستمر المزاد. ولكن مدير المزاد أعلن إنه المزاد خلص، لأنه كان في وصية كتبها الأب بتقول: إن من يشتري صورة الابن يحصل على كل الميراث واللوحات والمقتنيات. رفض الكل الابن، ومع رفضهم للابن خسروا كل شيء. ونحن كمان بين السماوي عطانا ابنه الحبيب على الصليب من أكثر من 2000 سنة، وبعده عم بيعطينا إياه كل يوم بذبيحة القداس. اليوم عم بيقلنا مثل هالبي: أنا أعطيتكن ابني، يلي منكن بيقبل ابني رح يطلع له معه كل شي.